يقسم فيه يوم غد في الدور النهائي لكأس العالم للكايت سيرف. أرون براون عاد ليصعد أعلى درجات منصة التتويج بطواف المغرب للدراجات. الدراج جنوب إفريقي حل أولا في مرحلة تاسعة ربطت مراكش بالجديد على مسافة 198 كيلومترا. الروبورتاج لمصطفى الطلال وعثمان مواضيع. مبادرة اجتماعية تتخلل الطواف لبعض المؤسسات الاقتصادية في محاولة لمساعدة تلاميذ العالم القروي من خلال توزيع دراجات هوائية، مبادرة استحسنها الجميع. وبخصوص مرحلة اليوم فتعتبر الفرصة الأخيرة للمنتخب الوطني المغربي للحفاظ على قميص أقل من 23 سنة. ايوا راه كما هذه راه دراجة ما كتحسن من الأمر حتى نهاية المطاف، والحمد لله راه تنظن بأن غادي نفوزوا إن شاء الله بالقميص هذا إن شاء الله. هذه المرحلة بلغت طول مسافتها 198 كيلومتر وربطت بين مدينتي مراكش والجديدة مرورا بمنطقة بوشان مطل سيدي بنور زاوية سيدي إسماعيل. وما زاد من صعوبة هذه المرحلة هبوب رياح جانبية أثرت على السير العام للسباق. حوادث مختلفة عرفت هذه المرحلة من بينها سقوط مجموعة من الدراجين غادر بعضهم المنافسة، ومرة أخرى انقسمت كوكب الطواف إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ضمت أقوياء الطواف وكان يتواجد بها صاحب القميص الأصفر يانس ريدنبورغ الذي كان مراقبا من طرف المغربي عادل جلول صاحب المركز الثاني. ومع الاقتراب لخط الوصول تمكن الدراج الجنوب افريقي براون أران من الفوز بالمركز الاول. صحيح انا شاركت غير 12 مره في طواف تاع المغرب مع القرش وفرق والشهب ونجاري وكلش، وفي الحين انا كي مدرب في الطواف تاع المغرب واني فرحان كي يكون موجود في الطواف. هنا توزيع الأقمصة على الفائزين. القميص الأبيض من نصيب الجنوب إفريقي براون أران يانس ريزنبورغ دل يحتفظ بالقميصين الأصفر والأخضر، والقميص المنقد دائما بحوزة الأوكراني فولوديمير بيليكا، وقميص أقل من 23 سنة من نصيب المغربي هدي سفيان. إلى عالم المحركات حيث جرت اليوم آخر مراحل طواف الجامعات والمعاهد العليا. مرحلة رابعة ربطت إفران بمراكش بعد أن مرت القافلة من مناطق عدة بشمال ووسط البلاد. الطواف الذي بلغ نسخته الثانية يعرف مشاركة طلبة جامعيين من المغرب وخارجه، وإضافة إلى بعد الرياضي يتسم رالي الجامعات بسمات بيئية وخيرية. بهذا نكون قد أنهينا فقرات